جعلنا آية لتعلموا عدد السنين والحساب. بارك الله فيك مسكين. هياك راس. تفضل. السادة السيد أمين العام للمجلس. كتابي يلقاه منشور. دولة الإسلام تقوم على أساس احترام الناس جميعا، وخاصة المنتجين منهم، الناس اللي يخدموا وينتجوا ويوفروا الخير ويوفروا الرزق ويوفروا المال للمجتمع. هؤلاء الناس يجب أن يحترموا لا أن يهانوا، وهذا ما نستقيه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة اللي نستخلصها من فتح مكة اليوم بالمفهوم الجديد نتاع الحوار هو القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الإسلامي، الذي في الحقيقة يمثل تقريبا 80% من القانون الدولي الإنساني.